مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. إلى اليمن من جديد، وضيف عزيز علينا شاعر، أبينا إلا أن نستضيفه مجددا ونستمع إلى جديده، كيف لا وهو المتيم بحب صنعاء، بحب إب، بحب تعز، أو كما يناديها تعز، وبحب كل اليمن وكل العروبة. إنه الشاعر أنس الحجري. مجددا أهلا بك وسهلا يا أنس، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا، شكرا لكم لهذه الاستضافة، وكانت فرصة أنه أكون معكم هنا مجددا. إن شاء الله نقضي وقت نحن ممتع. أكثر سعادة. ليتك ترفع صوتك قليلا كما اعتدنا على أحرار اليمن، وأنت منهم ولا شك. أنس، لو تحدثنا في البداية عن الواقع اليمني اليوم، ما بين الظروف الحالية وما بين المأمول الذي ترجون أن يتحقق، تفضل. الواقع مخجل ومؤسف. عندما ننظر إلى حال اليمن اليوم، نجد أنه تراجعنا كثير إلى الوراء خلال العقد أو الحالي. مع الأسف الحرب مستمرة، والناس مشردون في كل مكان، والناس الذين في الخارج لا يستطيعون العودة، والذين في الداخل لا يستطيعون الخروج. والمأمول إن شاء الله أنه الحرب تنتهي قريبا، ونعود كل إلى بلده وإلى حضن أمه إن شاء الله. إلى أي مدى ترى بأن الواقع مهيأ لتحقق مثل هذه الأمنية مثلا؟ بصراحة ربما قد يطول هذا الوضع الذي نحن فيه، لكن نحن نسأل من الله أن لا يطول، لأنه تعب الناس خلاص 10 سنوات تقريبا وأكثر، وهم على هذا الحال. يعني نجد كثير من الأخبار السيئة، ضاق الحال بالناس إلى أن بعضهم ينتحر، وبعضهم يصاب بالجنون، وأخبار لا تسر الخاطر أبدا، أخبار قاسية، ليس كذلك؟ نعم. طيب، في البداية وبما لا يزيد عن دقيقتين، ولك كامل الحرية طبعا، حدثنا عن أنس الحجري، المشروع الدراسي، المشروع الأدبي، وما تحب لعموم جمهور بيت القصيد أن يعرفه عنك. كنت قد تحدثت في الحلقة السابقة قبل سنتين تقريبا، إنما سأضيف، أرى أنه أنس الحجري تطور قليلا، والوضع زاد سوء أكثر مما كان عليه قبل سنتين. لماذا زاد سوءا؟ أم أنها المسؤولية تقصد؟ لا، أقصد أنا الوضع بشكل عام، يعني الوضع الذي نحن فيه. نعم، الظروف التي تمرون بها هناك في اليمن. نعم. ماذا عن الشاعر ودور الشاعر؟ هل ترى أن الشاعر اليمني يقف فعلا على ثغر الحقيقة والواقع اليمني، يشاطر الناس أحزانهم، يصطف إلى جوارهم، أم أن الظرف الحالي الذي يعيشه اليمنيون جميعا أقوى من الشعر والشعراء؟ في الواقع الشعراء بشكل عام هم صوت الشعب، وهم المتحدث باسمه، وهم الذين يجعلون من آلامه آمالا، أو على الأقل أن يستسيغوا هذا الألم، أو أن يقدمه لهم بشكل جميل ولذيذ. يعني الشعر هو هذه الحالة، حالة المزيج ما بين الألم والأمل، وهذا ما لا يقدر عليه غير الشعراء. ويعني في شعري تجد ذلك جليا، يعني بسبب الوضع. خذنا إلى الأمل المعجون بالألم كما تصفه يا أنس، وأولى القصائد أو الإطلالات الشعرية من خلال هذه الحلقة من بيت القصيد رفقتك، تفضل أنس. ريح يمانية الأسباب والأجل، ريح يمانية الأسباب والأجل، تهب من دارنا في عارض الجبل، جذلة تسافر في الماضي محملة بكل ما يعرف المعنى عن الجذل، وما يسائلناه العيش من خلق، وما ندين به للموت من عمل، فيها حنين أحبائي وضحكتهم، فيها حنين أحبائي وضحكتهم، وليلهم في الروابي بارد الوشل، جار الزمان وغابوا، من يحدثني عني وعنهم وعن أيامنا الأول، جار الزمان وغابوا، من يحدثني عنهم عني وعنهم
وعن أيامنا الأول وعن سنابلنا الخضراء راقصة ونغمة الشجن الآتي من الأزل ونجمة من وراء الليل فاتنة أضاعها العمر في مشواره العجل تغتالني رجفة إن جال خاطرهم حولي وإن عبرت أسماؤهم قبلي تغتالني رجفة إن جال خاطرهم حولي وإن عبرت أسماؤهم قبلي. جميل جدا. حاولت أن أتناسى بالذين معي وأن أسير مع الدنيا على أملي لكنني كلما شكلتهم وطنا خرجت منه بمنفى غير مكتملي. الله. وحق من بعدوا عني وما عرفوا أني أسير بهم في كل مرتحل لن يبلغ اليأس مني ما يؤمله ولن أسلم ما أنجزت للفشل. الله الله جميل جميل جدا. هذا الألم المختوم بالأمل، هل هذا ما يصبركم على الواقع؟ في الحقيقة نعم، الأمل والحلم بالمستقبل هو أقل شيء أو أكثر شيء نملكه حاليا، لأنه في أيدينا لا يوجد أي شيء، الحلول تكاد تكون معدومة في اليمن والوضع مزري جدا والشعب قبلي ومسلح وما إلى ذلك، فلا يوجد إلا الأمل. لا شيء. أتذكر تفضل بيت للشاعر العرجي وهو يقول لا شيء إلا أمانينا تصبرنا، الحمد لله لا أهل ولا وطن، وهذا هو الواقع باختصار. صدقت صدقت يا أنس. من المواقف التي خبرت بها من الموجودين هناك في اليمن والذين لا يزالون يتعرضون لأبشع الهجمات للأسف من ميليشيا الحوثي أو الواقع الصعب بشكل عام الذي يعيشه أهلنا في اليمن هناك، نعم. من المواقف التي يحدثونك عنها ولا تنساها وتظل دائما تطرق جدار الذاكرة، حبذا لو تذكر لنا بعض هذه القصص أو المواقف أو ما طرق بالك الآن منها بالتحديد. القصص كثيرة، لكن ما حضرني الآن هو قصة صديق لي تعرفت عليه بعد الثانوية في صنعاء، كان شابا وسيما أنيقا، نعم. طموحا، لكن شاءت الظروف أن تبدأ الحرب ونحن نخرج من اليمن ويظل هناك هو في اليمن، ففوجئت بخبره أنه انتحر، شنق نفسه وانتحر، وكنت أتواصل معه قبلها بكم يوم فقط، يعني الخبر نزل علي كالصاعقة بصراحة، لم أصدق وما زلت إلى الآن لا أصدق، يعني انظر إلى أين وصلنا، شاب يعني لم يبدأ حياته شاب بعد، شاب في مقتبل العمر، نعم، يسيطر عليه اليأس والإحباط، يعني لا أستطيع، أمر قاسي جدا. سر علينا قليلا بنص جديد، عسانا لا أقول ننسى الحزن وإنما نتناسى. نستقبل ربما نتناسى شيئا من الأمل والفرح. من حانة أجري إلى حانتي والنار في ثوبي وزنزانتي، لا خمر في الأقداح أشفى بها ولا على أغصان رمانتي، يقول للبواب ما أكثرت، يقول للعصار ما لانتي، وكلما واجهت موتي رمى جزءا وقال اصبر معي هانتي، نفضت دربي قبل أن أبتدي بالحلم في الإفلات من خانتي، فطاف كل الأرض ثم انتهى يهتز في خلخال سجانتي، وبث في وجهي صغار الحصى بألسن صماء عريانتي، كالليزرات الخضر يكشفن عن قبر على صدري وريحانتي، فشلت في إصلاح روحي وفي إرجاع أجزائي كما كانت، يا الله. وكلما أدمت فمي ضربة أشتاق للأيدي التي خانتي، طال انتظاري شاهرا دمعة ما ولت الأفعى ولا بانتي. يا الله يا الله، لفظ فوق أعطنيها هذه. أريد أن أسألك سؤالا فيما يتعلق بهذا النص، يقول للبواب ما أكثرت، يقول للعصار ما لانتي، من هي هذه؟ الخمر
أنا أبحث عن 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 شيء كما يقولون أبل به ريقي، فأظن أنهما هي رغبة، أظن أنهما شربا المحبط بمزيد من يعني الضياع حتى لا يصحو على الفاجعة الحقيقية. ألا يمكن لبعضهم أن يفسر هذا هربا؟ هربا من الواقع، خوفا من المواجهة، ليس رغبة في مزيد من التيه والوهم؟ وليس هربا بمعناه الحقيقي، لكنه ربما فاصل يعني مرحلة معينة أو وقت معين نحاول أن نسرق من الحياة، نستقطع منها لنغيب قليلا ثم نعود لمواجهة الواقع التي يبحثون عنها، روح القلوب. نعم بالضبط. سنتقبل منك هذا ونقبله ولا شك أكيد. بالعودة إلى اليمن واليمنيين يا أنس، باعتقادك المبادرات التي تعلن من خارج اليمن من أجل مساعدة الناس هناك، هل تكفي أم أن هناك ما ينبغي فعله وتجد أن هناك تقصيرا من اليمني المقيم في الخارج بحق اليمني الذي لا يزال صامدا في الداخل؟ رأيك بهذا الأمر؟ في الحقيقة المبادرات كثيرة، لكن السؤال هو هل تصل هذه المبادرات أو ما يتم جمعه في هذه المبادرات إلى اليمني المحتاج فعلا، أم أنها تتحول إلى مشاريع في الخارج أيضا لأصحاب النفوذ الذين سرقوا البلد من ثلاثة قرون وأربعة قرون وما زالوا إلى اليوم يسرقون، كانوا يسرقون الخيرات والآن يسرقون بأسماء أو باسم هذا الشعب المغلوب على أمر الذي لا يصله شيء. وكثير من المبادرات نحن نعرف أنها لا تصل، لكن هناك في بعض المبادرات التي يقيمها أحيانا شباب وأحيانا طلاب وأحيانا منظمات لم يصل إليها النافذون بعد، هذه تصل يعني، لكنها قليلة يعني لا تكفي. الآن تقريبا نص الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر، فمبادرة مبادرة أي مبادرة ممكن تكفي 15 أو 20 مليون. ثمة قول تود قوله فيما يتعلق بأولئك الذين يريدون سرقة اليمن ورده إلى عصور التظليم والكهنوت والضياع، ماذا تقول؟ كلمة للتاريخ بحق هؤلاء طبعا كل صدق وصراحة. هذه تحتاج إلى قصيدة، وربما أنا جهزت قصيدة للرد على مثل هكذا سؤال. تفضل. لكن يعني كلمة أنهم لن يستطيعوا أبدا. أتذكر بيتين من قصيدة سابقة هي ليست موجودة الآن، كم حاولت محونا أمم وأخفقت في تحدينا، يعني لا مجال. نحن اليمنيين صحيح أننا نعيش صراعات من قديم الزمان، لكن في النهاية يخرج اليمني هو المنتصر، وكل وارد وكل غريب يعود كما كان. أحسنت وأصبت. نعم. إلى قصيدة جديدة يا أنس، تفضل خذنا إلى اليمن الذي تحب. نافذة على الخلود هي هكذا، جميل العمر، خلقت لتحيا، هي هكذا خلقت لتحيا، لا يؤرقها سؤال البعث بعد الموت، أرض لا تموت، أرض يليق بها الخلود، هي في عيون الدهر سيدة الوجود، صنعاء والأحلام تأخذني إلى تلك النجود، صنعاء والأحلام تأخذني إلى تلك النجود. يقف الضباب على أصابعه ليصنع لاسمها بيتا على كتف السماء، بيتا من الألوان مسنودا بأصوات الأغاني في أزقتها ومسقوفا بوحي الأنبياء. جميل. ويطير بالمعنى إلى نقش على حجر هناك يقول لي لا تبتئس، صنعاء أرض لا تموت، لا تبتئس من طول هذا الليل يا ولدي لقد قرب الصباح، لا تبتئس من طول هذا الليل يا ولدي لقد قرب الصباح، جهز عنادك وارتده وقل لخوفك لا تخف، فمدينة محفورة في الدهر نقشا حميريا خالدا أن تحركها الرياح، أدري بأن الدرب أطول والوصول إلى غد أصفى جنون واحتمال، لكنني ما زلت أؤمن بالرجال، ما زلت أحمل في يدي قلما وفي رأسي سؤال، ما زلت أحمل نجمة لأشق أنفاق الخيال، للجوع
أوقفني ولا السجان قيدني ولا صدقت كهان النجوم ولا قرأت بمفرداتي ما يسمى بالمحال. سنعود يوما ما لنثأر للبيوت من القنابل. سنعود يوما ما لنثأر للبيوت من القنابل، للحقول من المناجل. جميل جدا. للطيور الجائعات من ارتعاش في السنابل. رائع. للعجاف من السمان وللهواء من الدخان. سنعود يوما ما لنثأر للزمان من الزمان. أحسنت أحسنت. هذه المقارنات في الختام يعني عبارة عن جمل رياضياتية متلاحقة، يعني حينما تقول سنعود يوما ما لنثأر للبيوت من القنابل، للحقول من المناجل، للطيور الجائعات من ارتعاش في السنابل، للعجاف من السمان، وكأنك تريد أن تنتقم من الماضي في المستقبل، وكأنه ثأر من يريد أن يعوض سنوات الألم بشيء من الأمل، الانتقام للحياة، الثأر لمن يستحقها. هذا الشعور هل يسيطر على كثيرين مثلك أم أنها محض تهيؤات وتخيلات لشاعر؟ في الحقيقة لو أتينا إلى الواقع أحبط الناس كثير. نعم. يعني أحبط بسبب الواقع وبطول طول المدة. طبعا الظروف صعبة والأحوال صعبة ولا تزال الأمور يعني للأسف يعني مشحونة بمزيد من الأحداث القاسية، وهناك من يريد أن يسرق البلد ويعيدها إلى عصور التظليم، ويريد أن تكون تابعة للأسف لمن لا يشبهون لا جلد اليمن ولا تراثه ولا فكرة أبنائه. أحسنت يا أنس. سنخرج الآن إلى استراحة شعرية قصيرة مع شاعر آخر، ما رأيك؟ تمام. مشاهدينا الكرام، إذن نذهب وإياكم الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة ومن ثم لنا عودة للاستماع إلى شاعرنا أنس الحجري من جديد. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيد. من يستطيع اليوم رد شكايتي إن كنت كعبة مقلتي وغايتي؟ ألف السوى وألفت أول منزل ورجعت أدراجي فكنت قبالتي. لما هجرت ربوع ليلى هائما وأتيت بابك رافعا لك حاجتي، مالوا علي وخاصموني في الهوى، قالوا جنيت وكنت أنت جنايتي. ليعذبوني كيف شاءوا إنني راض إذا كانت إليك نهايتي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ونذكر من التحق بنا حديثا ضيف هذه الحلقة من بيت القصيد، معنا هنا في الاستوديو الشاعر اليمني الشاب أنس الحجري. حيا الله أنس مجددا، ودمت مؤنسا وصاحب أنس شعرا وصحبة للشعر مجددا. وقصيدة قلت لي إنها طويلة قليلا ولكن فيها فكرة معينة تود إيصالها. نعم، حدثنا عن القصيدة قبل إلقائها. القصيدة إذا تحدثت عنها قبل أن تلقيها فشل المشروع بكله. يعني أنت من أصحاب هذا النهج، أحبذ أن تسمعها وبعدين نتحدث عنها. في بطن الحوت ما الذي قد تعيده لي جهاتي بعد أن تهت بين ذاتي وذاتي؟ تلك أم هذه؟ وأعلم أني لا بهذه ولا بتلك نجاتي. رحل الأقربون عني وأبقوا لي وجوها يعيدها كل آتي. حال بيني وبينهم
أنني كنت يد الجمع بعد كل شتاتي. حلو. سرقوا القول من لساني وعادوا حين عادوا بألسن نكرات. سرقوا القول من لساني وعادوا حين عادوا بألسن نكرات. ومضى الوقت بالأمان ضروبا لمواعيد تنتهي بفواتي. طال عمري حتى غدا اليم أوفى وفم الحوت أهون الظلمات. الله. بشروني بغامق بعد سود فوقاني ما فات مما سياتي. جاءني ظهر قوة بعد ضعف كمجيء الغلام بعد بناتي. يا الله. قلت ألقوا واستودعوا الله سري فاستعدوا وعشت من الأرئات. ثم ما زلت أسأل البحر عني هل يرى ما أسح من عبراتي. وأنادي ولست أدرك إلا أنني لست طامعا في نجاتي. يا الله. قلت يا صوت قد تحجر رأسي فالتوى في فمي كطلع النبات. وتلاشى الغموض حتى تبدت كف موسى وأعين الحيات. وتلاشى الغموض حتى تبدت كف موسى وأعين الحيات. والدجى بالصباح والقول بالفعل تساوى والنار بالجنات. عللونا بالدر حتى غرقنا ما وجدنا إلا رفات الرفات. يا الله يا الله. ومفاتيح أفقرت بعد عز وقراطيس في فم الأمنيات. ودما تحرس الظلام وتشدو بأغان عقيمة المفردات. إيه يا خيبة الظنون. إيه يا خيبة الظنون. على ماذا سنأسى في قادم المرات. إيه يا خيبة الظنون على ماذا سنأسى في قادم المرات. جميل يا أنس. مل تكرارنا الأسى وشكت أقدارنا من تراكم الخيبات. بحنين إلى التراب بحنين إلى التراب وشوق للصبا للرفاق للذكريات. لاحتشاد السكون في صوت أمي بالتسابيح بعد كل صلاة. للزمان القديم صوت العصافير ارتعاش السنابل الغاويات. للمواعيد خفية للحوارات وحبس النجوم في الشرفات. تلك أم هذه وقد شاب علان ومات الربيع في الورقات. ربما هذه أخف على الموت وأمضى إلى صدام الحياة. يحلم المرء أن يعيش فيفنى وهو يستحسن الزمان الموات. يحلم المرء أن يعيش فيفنى وهو يستحسن الزمان الموات. عز أمر البقاء يحتاج روحا ليس فيها مني ولا من صفاتي. والذي يسأل الحياة حياة فكثير عليه نصف مماتي. والذي يسأل الحياة حياة فكثير عليه نصف مماتي. نصف مماتي. لماذا جعلت من يسأل الحياة الحياة أن نصف الممات كثير عليه؟ لماذا جعلته كثيرا؟ لأن الذي يطلب الحياة ولا يصنعها هو بالتأكيد لا يستحقها. نحن يعني ألا يمكن نحاول أن طلبه الحياة من انطلاقا من إيمانه بها ولكن لا تتوفر له الوسائل والإمكانيات التي تتيحه على صناعة هذه الحياة. يعني ربما يدخل هذا في باب التماس الأعذار رغم أن لك رؤية مختلفة. أنا ما تحب بالمناسبة أو هو يعني يطلب البقاء. هو الحياة موجودة أو الروح موجودة لكن البقاء. كان البيت الذي قبلها عز أمر البقاء يحتاج روحا ليس فيها مني ولا من صفاتي. والذي يسأل الحياة حياة فكثير عليه نصف مماتي. يعني أنت تستطيع أن تصنع حياتك بنفسك. هي ليست الحياة التي تنتهي بالموت وإنما طعم الحياة. وكأنك تريد أن تقول ليست الأمور بالتمني وإنما بالعمل. نعم. أحسنت يا أنس. الآن لابد أن نخرج إلى فاصل بعده نواصل أعزائنا المشاهدين. فاصل قصير ومن ثم نواصل حلقتنا. ابقوا معنا.
مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. لا نزال في رحاب هذه الحلقة المتميزة من برنامج بيت القصيد رفقة الشاعر أنس الحجري من اليمن. حيا الله أنس مجددا. والحديث عن اليمن يقودنا ربما عن الحديث عن أصل العرب والعروبة. ليتك تحدثنا عن فكرة اعتزاز اليمني بيمنيته وعدم الخروج والانسلاخ من هذا الجلد، لا سيما وأن اليمن كما يقال هي من حواضن العرب الأولى إن لم تكن هي مادة العرب وكثرتها. أنت الآن لمست على الجرح وعلى الحرب الدائرة في اليمن. طبعا الذي ينظر من بعيد يرى أن الحرب هي ما بين ميليشيا مدعومة من أطراف خارجية دعنا نقول، نعم، والتحالف وما إلى ذلك. الحرب الحقيقية هي حرب هوية في اليمن. يعني الميليشيا القادمة تريد أن تخلع أو أن تخرج اليمني من عباءته وتجرد من هويته وأن تضيف عليه هوية جديدة واردة ليس له فيها ولا يعرفها ولا يمكن أن يتناسب معها. فالمشكلة الحاصلة حاليا هو التمسك اليمني بهويته رغم كل ما يحصل معه لأجل أن يتركها، هذا يدل على اعتزازه بها. أما بالنسبة لأن اليمن أصل العرب فهذا يعني منذ قديم الزمان ومعروف ولا يحتاج إلى كلام. قحطاني الأول وقحطاني الثاني، وهذه التفاصيل الشجرية الواسعة الممتدة على طول أرض اليمن. ربما هذا يقودني إلى سؤال تاريخي، لا أعلم مدى وفرة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع لديك. المدينة المنورة وفيها الأوس والخزرج وهم أصل تلك القرية وأكثريتها في ذلك الزمان، وهم أول من آوى ونصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقال إن أصولهم من اليمن وإن كان أهل مكة من مضر. ماذا عن الجذور؟ هل فعلا هي جذور يمنية ولا تزال ممتدة حتى هذا اليوم؟ طبعا هناك كثير من الكتب التي تقول أن الأوس والخزرج أصلهم من اليمن، كذلك قبائل جرهم التي كانت تسكن مكة في عهد إسماعيل وما بعد إسماعيل عليهم السلام، أو إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، كانوا قادمين من اليمن. يعني كانوا يتوافدون على المدينة ويعني على الجزيرة بشكل عام. يقال إن جرهم التجارة وأمور يمنية. نعم، يقال إن جرهم يمنية، والأوس والخزرج كذلك أصولهم تعود إلى اليمن، والله أعلم. اليمن بلد عظيم كان ويبقى، لكن ما الذي ينقصه باعتقادك حتى يخرج من هذه الأزمة التي لا يزال يعيش فيها؟ ينقص عدم تدخل ما حوله. يعني ماذا عن أبنائه؟ دعنا من فكرة دائما الأطراف الخارجية، نحن لا ننكر وجوده، لكن عن فكرة الدور الذي ينبغي على اليمني أن يقوم به اليوم حتى يحافظ على ما بقي ويستنقذه قبل أن يفوت الأوان لا قدر الله. بصراحة اليمني فعل وما زال يفعل كل ما بوسعه. يعني الشهداء وقدموا، العيش أو شظف العيش وصبروا عليه ويعني صنعوا كل ما بوسعهم، إلا أن قليل من الرؤوس الكبار هم الذين يتحكمون بالغالبية. نحن نحتاج في اليمن إلى أن يفهم الشعب وأن يتعلم. يعني الوعي الموجود لدى اليمنيين، عامة اليمنيين، لم يصل إلى درجة معينة تمكننا من الدولة المدنية، خصوصا في الأرض القبلية كما ذكرت في بداية الحلقة. هذا كذلك له سلبيات كثيرة من ضمنها هذا الذي نحن فيه هذه الأيام. يعني إلى الشعر مجددا حتى نخفف عن أنفسنا من وجع اليمن وما
يمر فيه، وأيضا هذه القصيدة ربما لا تخلو من الوجع، نعم، لكن فيها من التسرية ما ينبغي أن يكون حاضرا فيها. إليك من جديد يا أنس، تفضل، لكن ليتك ترفع صوتك قليلا. القصيدة كتبتها في عيد الأضحى الأخير. نعم، تفضل. حجة في معبد بران، معبد بران هذا هو في مأرب يعني، نعم، أو يسمى جميل، معبد الشمس أحيانا. تفضل. إليك يا كعبة الأقيال مسرانا، طوبى لمن حج هذا العام برانا، في قدس أقداسه نروي بنادقنا دما وبين رؤوس القوم مسعانا، لبيك ما خطت الآيات في عمد وما تلاها المراديون قرآنا، لا شق كي يرتئي في سيرنا مهلا ولا سطيح ولا نحتاج كهانا، تكفيه أنفسنا تشتف قادمها ضوءا وإن عجزت عن فهمه الآن، لبيك يوم يفيض الناس في سبأ محملين عتل الدهر قربانا، تلونوا بتراب الأرض فاختلطت به الدموع وصاغت منه شطآنا. حلو. لله درك يا وثبان، لله درك، لله درك يا وثبان، كم حلمت قرى السعيدة لو زوجنا وثبانا، كيف استطعت فما أبقيت من رمق بمن أتوك وما حركت أجفانا، كيف استطعت فما أبقيت من رمق لمن أتوك، لمن أتوك وما حركت أجفانا. يا خير من حملوا أعباء إخوتهم طوعا ولا يسألون الناس إحسانا، وخير من جمعوا من كل ملحمة فصلا ومن سطروا الأمجاد غلمانا، أهدى الدروب الذي تمشون لا تقفوا وأنقذوه فهذا الشعب كم عانى، يا مأرب العزم لا نخشى على وطن وأنت فينا ويخشى الخصم لقيانا، يا مأرب العزم مجددا، يا مأرب العزم لا نخشى على وطن وأنت فينا ويخشى الخصم لقيانا، يستنفرون وكل موقن سلفا بأن من عاد منهم عاد جثمانا، نمضي تزاحمنا الجو والطيور إلى اللقاء حافظة أسماء قتلانا، ماذا يريدون منا؟ الموت وهو لهم، لا نمنع الجود إن حزناه إنسانا، ماذا يريدون منا؟ الموت وهو لهم، لا نمنع الجود إن حزناه إنسانا، لا تركنوا فالمنافي رغم ما صنعت لا تستعيد من الشرفات أوطانا، وأخبروا كل ذي جد وذي نسب أنا إلى يعرب نسمى وقحطانا، هذه البلاد لنا ما للغزاة بها شبر ولا تقبل الغازين أعوانا، وما لأسيادهم في الناس منزلة إلا بما عاث قتلا أو لمن دانا، أتوك يا مأرب التاريخ أضرحة بلا وجوه سوى ما يمسك الرانا، أنت القلوب لنا والماء تحمله وجوهنا وسماء فوق أسمانا، ولا وربك لن نأوي إلى سرر حتى نصوغ لهذا السقف أركانا، حتى نصوغ لهذا السقف أركانا، وأنعم به من ركن، وأرجو لأحلامك أن يطول سقفها ويطول يا أنس، خصوصا هذه الأحلام الإيجابية التي تفتح الكثير من أبواب السعادة والفرح لك ولكل من حولك، سواء من أبناء بلدك الذي تحب أو من أصدقائك في الدول الأخرى. وهذا يقودني إلى سؤال جديد عن فكرة الانفتاح الثقافي على المجتمعات والدول العربية الأخرى من باب إثراء تجربة الشاعر، حدثني عن تجربتك الخاصة في هذا الموضوع، تفضل. طبعا أنا حصلت على فرصة الخروج من اليمن، فكانت هذه رافدا لتجربتي الشعرية، وبالأصح أنا بدأت كتابة الشعر وأنا خارج البلد أصلا. نعم. يعني عندما تتعرف إلى الثقافات الأخرى وعندما كذلك تلتقي بشعراء
آخرين من بلدان أخرى، هذا كل له تجربته وكل أكيد. له طريقه الخاص. أنت بذلك تثري موهبتك وكذلك تتعرف على أكثر من طريقة وأكثر من صيغة لتقول ما في نفسك، وهذا أثر بشكل كبير. طبعا قبل أسبوع قرأت منشور لأحد الشعراء اليمنيين، نعم. حصل على دعوة يعني خارج اليمن لتمثيل اليمن في مهرجان شعري، لكنه لم يستطع أن يخرج بسبب الظروف الحالية، فيعني أسفت لهذا الواقع الذي يعني يعيشه شعراء الداخل. أنا دائما معهم يعني وفي صفهم إلى صفهم. نرجو من الله عز وجل أن يعجل بفرج اليمن وكل اليمنيين، فهناك يعني الكثير من اللمحات الإيجابية والمشرفة التي يعتز بها الكل العربي لا اليمني فقط، فيما يتعلق بالرائعين من أبناء اليمن والفنانين والمثقفين الذين يعكسون صورة طيبة ويقدمون يعني اليمن بما يليق به وأكثر، إلى مصطلح ورد في القصيدة السابقة، وربما هذا المصطلح يعني كثر الحديث عنه في الفترة البسيطة الماضية يا أنس. نعم. الأقيال. نعم. الذي تعنون به أنتم كيمنيين بمصطلح الأقيال، حدثنا بشيء من التفصيل عن هذه الفكرة، من هم الأقيال؟ ما الأقيال؟ الأقيال ذكرت في النقوش، كلمة ذكرت في النقوش اليمنية القديمة وتعني الملوك اليمنيين أو اليمنيين بشكل عام، المشائخ أو الملوك أو الكبار في القبيلة كانوا يسمون الأقيال، لكنها الكلمة أضيف عليها نوع من التجديد فأصبحت تطلق على كل يمني، يعني ليست مخصوصة بالمشائخ أو بفئة معينة، لكنها كل يمني يعتز بهويته. هل هي حركة ناشئة أو منظمة مثلا سياسية ناشئة أم ما؟ هذا كمصطلح سنأتي إلى ذلك. تفضل. المصطلح يطلق على كل شخص يعتز بيمنيته وهويته ويقول أنا يمني لا أنتمي إلى فلان، وجدي ليس فلان، وجدتي ليست فلانة، هذا قيل يعتبر. أما بالنسبة للحركة فهي حركة غير منظمة، خرجت من رحم المعاناة الموجودة في اليمن من قبل بعض الشبان الجيدين الذين يعني لم يستحسنوا الوضع الذي نعيشه حاليا والتجريف الممنهج للهوية اليمنية، فأتوا يعني كانت في البداية ردة فعل وبعدها انتشرت وشذبت. خرجت في البداية فكرة كأي فكرة، لها من الإيجابيات ما لها ومن السلبيات كذلك ما لها، لكنها بعد فترة أصبحت يعني مرتبة ومنظمة و يعني صار لها تجذيبات كثيرة، و يعني تجد من الأتباع يوميا يضافون إليها. كان طيفا ومر أو كان ظلا. نعم. إلى القصيدة الجديدة. نبية، ولعلنا خرجنا من الوطن إلى الوطن المقابل، يعني كلها خذنا إلى كامل أوطانك، لا مشكلة. في نهاية كل ما تقوله جميل يا أنس. كان طيفا ومر أو كان ظلا، كنت لا شيء حينها أو أقل، ذات فجر والفجر أرهف حسا، غيمة ما كانت تهدهد حقلا، كان كانون في نهاياته والبرق أبداه لحظة وتولى، كان أندى من الشتاء جبينا، كان أدنى من الحقيقة شكلا. أول اثنين في القصيدة كنا، الله. لا نرى قبلنا لكانون أهلا، آخر اثنين بعدنا لا صلاة، واتخذنا من الغياب مصلى، لست أدري هوى الفراغ علينا وعجزنا من تحته أن نطلى، كلما عدت بالزمان قليلا توشك الذكريات أن تتخلى، قال للليل إن للحب نورا كالمصابيح والحقيقة ألا، ما الذي جد أسأل الوجد يهذي، زادك العلم بالمتاهة جهلا. ما الذي جد أسأل الوجد يهذي، زادك العلم بالمتاهة
جهلا قاتل اللحظة الحميمة في الليل شعاع أحب أن يتسلى. يا الله يا ابنة الزهري يا نبية قلبي أين ضاع الغرام كيف اضمحل ألف وصل حصاده ألف موت أو حصادها ألف موت ثم ماذا ما زلت أطلب وصلا نفقد الحب لذة البأس والتهديد والقتل لو دخلناه قتلا يا ابنة الزهري يا نبية قلبي أنا للمعجزات أن تتجلى لو تمعنت في الخلاف قليلا لوجدت الخلاف يضمر حلا فامنحي الفرصة الأخيرة عمرا وامسحي بطنها لتخرج حبلا وامنحي الصبح ضوءه واجمعي من كل صيف غمامة ومكلا وازرعي الخير في أكف بلاد أكملت أهلها من الجوع أكلا يا الله. واحتويني وقبليني فإني أجدر الناس بالرسالة حملا أو لعلي أصير إرث نبي ربما أو أكون للخبز خلا وإذا لم يكن فحسب فؤادي أن يداوى بربما ولعل أو وإذا لم يكن فحسب فؤادي أن يداوى بربما أو لعل لعله يحمل لك الكثير من البشائر ويفتح عليك شرفات الفرح المرتقب يا أنس. كلمة من أجل اليمن قبل أن نذهب إلى القصيدة الختامية والأخيرة، كلمة مسجلة عليك. أمي اليمن، وهي نصيحة أو وصية. وصية؟ قل ما تحب. يعني نصيحتي أنا للشباب طبعا أو المتواجدين الآن في الداخل اليمني أن لا ييأسوا، يعني إذا يأس الشباب انتهت اليمن، فلابد أن يقاتلوا بأسنانهم وبأيديهم وبكل ما يستطيعون كي لا تروح من هذه البلد الطيبة. رسالتك للشعر ومنه؟ رسالتي من الشعر فهي كثر، لكن نعم. رسالتي للشعر، أنا طالب لا أرسل لمعلمي، يعني طالب لا يرسل لمعلمه وإنما يجلس متأدبا أمامه. أحسنت، وتقول الحكمة أيضا يا أنس في قولك وإجاباتك الجميل من الحكمة الممزوجة بشيء من اللغة العالية، ويعني يحق لك ذلك وأكثر. إلى يعني خاتمة القصيد، ولعلها من التفعيلة هذه المرة. نعم تفضل. وما زلنا في الوطن الثاني. الوطن هو المبتدأ والمختتم. نعم. والوطن يعني هو وطن بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه هذا الوطن. نعم. وصورتي. تفضل. يختبئ خلفها. أراك أطلت الوقوف، استريحي على تعبي أو على نزف روحي، فليس غريبا علي أذاك وليس جديدا عليك نزوحي، وعودي إذا شئت، لن يعلم القبر عن وردة فوقه نبتت أم ذوت، من رماها عليه وكيف استوت، ليس خيرا له أن تقال الحقيقة كاملة بل بمقدار ما يشتهي من ألم. لا تعودي إذا شئت وابقي معي ساعة، أشتري منك نفسي ومعركتي، أستعيد خيولي وأسلحتي ومكاني وراء النجود، وأمحو الحدود القديمة لليل ثم أعيد صياغته وفق ما أشتهيه أنا لا مرايا الصباح، أقيمي لدي إلى أن يجيء الصباح، فقد نستبين طريقا إلى الصلح، نقتسم الأرض لموضعي ولك الطول والعرض والأمر والرفض والرفع والخفض والقبولات الثلاث الأخيرة قبل انهيار الوجود، أسلم نفسي طواعية وسلاحي لك الحق في عقر كل رماح وقتل الجنود، لي الحق في كسر بعض القيود، كأن أدعي أنني لا أحبك يا قصة من رماد وريحي.
فلا تذهبي قبل أن تصليني، ونفتح بعض الهدايا وبعض الجراح. صليني ولا تذهبي قبل أن تغسليني بماء الخلود، ولا تذهبي حين يأتي الصباح، أقيمي لدي ونصب عيوني، ولا تذهبي حين أطلب منك ولا تسأليني. ولا تسأليني، لكنني سأسألك الآن مقولة أو رسالة محبة منك للمدينة التي تنحدر منها. الحديث عن اليمن كان يعني صاحب حصة الأسد في هذه الحلقة، لكن نعم. ما هي رسالتك؟ رسالة حب، شوق، حنين إلى المدينة التي تنحدر منها في اليمن، أو ربما هي رسالة لأحدهم هناك أو هنا، لا فرق، تفضل. أنت الآن فتحت 10 أبواب وتريد مني أن أرسل رسالة واحدة. أدخل من أيها شئت. إذن فهي كلها تفضي إلى كلها في النهاية. نعم، فهي القرية التي نشأت فيها وترعرعت فيها، يا قرية جميلة في الريف، القريعاء. القريعاء، نعم. أين هذه؟ قرية في الريف اليمني، في ريف إب، نعم، المحافظة. قرية جميلة، يعني الأشياء التي يتغنى بها الشعراء من ينابيع وعيون الماء وأصوات العصافير، هذه أنا كلها عشتها حقيقة يعني في هذه القرية، فأحن لها كثير، ولم أدخلها منذ أن خرجتها قبل 6 سنوات إلى الآن. يا الله، هي رسالة شوق إلى قرية القريعاء بمحافظة إب في اليمن، وهي أيضا شاهد على تشكل تجربة الشعر في نفسك. يعني عادة يقال إن الشاعر يذهب إلى مثل تلك البيئة حتى يستوحي بعض الصور الجميلة فيكتب، لكنك عشتها بشكل عكسي. نعم. عشت تلك التجربة قبل الكتابة. نعم. تجربة حياة الشاعر والظروف والبيئة التي ينبغي أن يعيش فيها الشاعر. أحسنت يا أنس، انقضى الوقت بسرعة رفقتك، لكنها كانت حلقة جميلة. ماذا تقول في الختام؟ شكرا لك أستاذ مصطفى ولقناة الرافدين لإتاحتهم لنا هذه الفرصة إنه نعبر عما يدور أو ما يختلج في نفوسنا، وشكرا لكل من شاهدنا واستمتع معنا إن شاء الله. شكرا لك أنس الحجري، الشاعر اليمني الشاب الجميل. ومشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر من بلد عربي آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.